ينفع ان انا كمدير اقرا السنتين بتاعته؟ اه ممكن اوريها لك ازاي التاني. ماشي جايين في الكلام. صعب الكلام كده؟ في اي مشكله؟ اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ لازم يبقى يبلش عشان يشتغل بره اكسترنال ولا هو كده انترنال بس؟ احنا دلوقتي ملهاش علاقه الانترنال والاكسترنال. لا احنا دلوقتي بنتكلم اصل في اتجاهين لازم تبقوا فاهمينها. لا لازم الحته دي تبقى مفهومه. انا عندي قصتين. القصه الاولانيه اليوزر نفسه تمام. هنا في اكستشينج سيرفر بالشكل ده وده عند الاي اس بي والميل بوكس بتاعي موجود هنا. الميل بوكس حلو وانا قاعد هنا في الشركه. ماشي. الموضوع له شقين. الشق الاولاني انا عايز اكونكت افتح الميل بوكس بتاعي اللي موجود هنا. الشق الثاني ناس من بره عايزه تبعت لي ايميلات في الميل بوكس بتاعي اللي موجود هنا. ماشي. تعال نشوف الشق الاولاني. الشق الاولاني انا كيوزر عشان اكونكت على الميل بوكس بتاعي اللي موجود هنا تمام لابد ان احنا نعمل الحوار اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. قدامك حاجه من الاثنين. يا اما الراجل دهوت السيرفر دهوت يكون مثلا متببلش من ورا فاير وول او واخد ريال اي بي انا اقدر اشوفه من خلال الانترنت. ماشي. او من خلال ليست لاين ايا كان. وابدا ان انا اظبط البروفايل بتاعي يا اما بوب 3 عشان اسحب الايميلات احطها عندي. يا اما الراجل ده يكون عامل قصه في اللينكد وابدا ان انا اشتغل مابي وشايف الدنيا كلها. ما بي اللي هو مايكروسوفت اكسشينج اكاونت يعني. نت برضه او ليست لاين. اه هو غالبا بيبقى ليست لاين يعني. ماشي؟ معايا كده؟ دي حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية بقى الشق التاني واحد عايز يبعت لي، واحد عايز يبعت لي. أنا الشركة بتاعتي إيه؟ والريال أي بي بتاعي 1111. والسيرفيس بروفايدر الريال أي بي بتاعه 2222. إحنا لما نروح هنا عند دي إن إس بره ماشي. لما اجي اريجستر الام اكس ريكورد بتاعي اريجستر الام اكس ريكورد بالاي بي ده ولا بالاي بي ده؟ صح صح. انما النيم بتاعي بقى النيم بتاعي هيبقى ايه؟ لا النيم النيم يعني احنا هنا اي بي سي دوت لوكال وهنا مثلا اكس واي او العكس هنا اكس واي زد دوت لوكال وهنا اي بي سي دوت لوكال. ماشي. ايه انا هنا اكس واي زد ها هنا اكس واي زد ده اكس واي زد اكس واي زد دوت لوكال وده اي بي سي دوت لوكال. ها انا لما اروح عند الدي ان اس هقول له كريت لي ايه؟ وغالبا الدي ان اس هو برضه بتاع السيرفيس بروفايدر يعني السيرفيس بروفايدر هو اللي بيهندل العمليه كلها. تمام؟ معايا كده؟ الراجل دوت لما اروح اقول له كريت لي زون هيكريت لي زون باسم مين؟ اكس واي زد ولا اي بي سي دوت لوكال؟ اي بي سي لا اكس واي زد. بس الام اكس ريكورد بقى اللي جواها بيشاور على مين؟ على 4-2-8 صح كده؟ لان انا عايز الناس تكلمني عن اكس واي زد انما الايميلات دي ها توصل لمين؟ توصل للدومين اللي الاي بي بتاعه 4-2-8 4-2-8 ده مين؟ السيرفر بتاع الاكستشينج اللي موجود عند السيرفيس بروفايدر. فهمت ولا ما اتفهمتش؟ بس في حاجه هي دي الفكره بتاعت الدومين اسمه لوكال وانا بسيره او الراجل بيبعت لي بره دوت كوم. اه ما دي بقى دي لسه هنتكلم فيها القصه عشان كده مش عايز اخش في حوارات معاكم كتير عشان ما اشتتكمش. طبعا ما فيش حاجه اسمها دوت لوكال. دوت لوكال ده انترنال صح كده؟ لما طبعا هي تبقى دوت كوم فاهم. لما اجي هنا ريجستر النيم بتاعي هيبقى دوت كوم. طب دوت كوم انما الاكستشينج مش فاهم غير دوت لوكال. مش حاجه اسمها ايميل ادريس بوليسي هنعمل اكسبت الدومين اسمه اكس واي زد دوت كوم ونقول له احنا عايزين نعمل ايميل ادريس للناس كلها بقى اللي موجوده مش لواحد عنده في الكامباني فيلد مثلا
تمام؟ لا للناس كلها الايميلات بتاعتها بدل ما تبقى دوت لوكال تبقى دوت كوم. صحيح. هو ده مش مفهوم. ماشي عبد الله؟ ماشي؟ يبقى هو الموضوع له شقين زي ما اتفقنا. فاهم؟ فاحنا هنا اصلا في السيناريو بتاعنا ده هو هنعتبر اعتبر معايا ان احنا الاكس واي زد والاي بي سي دول شركتين فيما بينهم ميرج مثلا، يعني مش سيرفيس بروفايدر. ماشي؟ يعني هنا دلوقتي انا عندي اي بي سي واكس واي زد، ده مش سيرفيس بروفايدر، والاثنين دول مربوطين مع بعض بوان لينك، والوان لينك دي سرعتها عاليه وليكن مثلا 16 ميجا مثلا، 16 ميجا بت مثلا بير سكند مثلا. تمام؟ والجماعه بتوع اكس واي زد دول ما عندهمش اكستشينج، وبدل ما يروحوا السيرفيس بروفايدر يهوستوا عنده الميل بوكسز، لا احنا هنستخدم الميل سيرفر اللي موجود في اي بي سي، لان هنا في اكستشينج اهو. فاحنا كده وكده شركه واحده فيما بيننا ميرج زي اتش بي وكومباك. ما اتش بي لما اشترت كومباك دي كانت فورست ودي كانت فورست، عملوا مع بعض فورست تراست وبقوا شركه واحده. صح كده؟ فانا دلوقتي الراجل الاي تي بتاع اكس واي زد قاعد مع الاي تي بتاع اي بي سي، يقول له ايه رايك بدل ما نشتري سيرفر عندنا كاكس واي زد ونتحمل تكلفه قد كده، او بدل ما نروح نهوست الميل بوكسز بتاعتنا بره، ايه رايك لما نعتمد على السيرفر بتاعكو؟ قال له انا حاجه مفيش اي مشكله، اروح جاي على السيرفر ده اولا مكاريت ستورج اسمها ايه؟ اسمها اكس واي زد، وجوه الاستورج دي انا ممكن اكاريت ستورز للناس. يعني ايه؟ يعني الاتش ار بتوع اكس واي زد، الاي تي بتوع اكس واي زد، المانجرز بتوع اكس واي زد، عامل لهم هيراركي عادي خالص. حلو كده؟ وبعدين اروح اعمل ايه؟ ها؟ واروح جاي امكانيه لينكد اكونت او لينكد ميل بوكس، تمام؟ لكل يوزر موجود في اكس واي زد. صح كده؟ كلها اكونتس طبعا هتنزل ديسيبل، بس لازم كلها تكون موجوده عندي. يعني اروح مثلا في هنا يوزر مثلا اسمه احمد، اروح جاي مكريت اكونت هنا اسمه احمد، عامل له ميل بوكس، بس مش احمد اللي عندي في اي بي سي ولا يفتحه، لا ده انا هربط الميل بوكس ده باحمد اللي موجود في اكس واي زد. طب وبعدين هل هذا يكفي؟ لا، اروح جاي مكريت ايميل ادرس بوليسي. اقول فيها ايه؟ هقول دونا عن خلق ربنا كلهم اللي موجودين على الاكستشينج ده، موجودين على هذا الاكستشينج، تمام؟ طلع لي الناس اللي في الكمباني فيلد بتاعتهم في كلمه اكس واي زد، وخلي الايميل ادرس بتاعهم ات اكس واي زد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ حلو؟ طيب الناس بقى اللي هم بيبعتوا لفلان ات اكس واي زد ده، تمام؟ عايزين يوصلوا له، عشان يوصلوا له لازم ان يبدا يحصل له ريزولفنج للميل سيرفر اللي شايل الميل بوكسز بتاعت اكس واي زد. فلما اروح عند السيرفيس بروفايدر بريجستر النيل بتاع اكس واي زد بمين؟ بالريال اي بي ده اللي هنا عند اي بي سي دوت كوم او دوت لوكال. فهمت ولا ما تفهمتش؟ ها؟ كده مفهومه؟ ولا صعبه؟ طيب كده احنا خلصنا الحوار بتاع الايه؟ اللينكد ميل بوكس. وهتلاقي هنا ها جنبيه حاجه اسمها لينكد ميل بوكس، لينكد ميل بوكس. ايه؟ ماشي؟